مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده بين قوسين نخصصها اليوم عن تاهل منتخبنا الوطني لكاس اسيا واستعدادات المنتخب لهذه البطوله. في 28 من مارس الماضي تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات في يناير عام 2019. خلال الفترة الماضية كان من المفترض أن يقيم المنتخب معسكراته التدريبية استعدادا للبطولة، غير أن وزارة الشباب واتحاد كرة القدم لا زالوا عالقين في إشكالات إدارية ومالية. منذ أن تأهل المنتخب الوطني لم تنسق الجهات المعنية في وزارة الشباب واتحاد كرة القدم أي معسكر تدريبي لا داخليا ولا خارجيا، والأسوأ من ذلك أن المنتخب حتى اليوم بلا مدرب بعد أن تم الاستغناء عن المدرب الأثيوبي إبراهام موبراتو رغم اقتراب موعد البطولة، بالإضافة إلى أن اللاعبين يشكون عدم صرف الجهات المعنية للمكافآت المالية التي تعهد بها الرئيس هادي للمنتخب. إذن إشكالات إدارية ومالية تعيق اتحاد كرة القدم، خصوصا وأن المنتخب الأول والمنتخب التابع للناشئين يخوضان حاليا بطولات مختلفة تتطلب تضافر الجهود الفنية والإدارية لتمكين الفرق الرياضية من المنافسة على مراكز متقدمة. أمام كل ذلك، أين هو دور وزارة الشباب والرياضة؟ هل الأمر متعلق بالموارد المالية وعدم استقرار أجهزة الحكومة، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر السكايب من الدوحة الأستاذ بشير سنان، وسيكون معنا أيضا الكابتن علاء الصاصي والكابتن محمد عياش، وأيضا مدير المنتخب الوطني عبد السلام الغرباني. أبدأ مع الأستاذ بشير سنان. مساء الخير أستاذ بشير. مساء النور أخي الغالي بشير، ومرحبا بك وجميع متابعي قناة بلقيس الفضائية، القناة المميزة. مرحبا بك أستاذ بشير. في البداية، لا شك أنك تتابع باهتمام وخطوة بخطوة منتخبنا الوطني، ما الذي يعني بيقوم فيه خلال يعني مدة يفترض أنه كان منذ اليوم الأول بعد أن تأهل لهذه البطولة آسيا 2019 أن يكون في معسكرات تدريب، أن يكون هناك اهتمام كبير، لكن ربما لا نسمع أي نشاط للمنتخب. برأيك كيف تتابع أنت يعني استعداد المنتخب، ولماذا كل هذا التغييب للمنتخب الوطني؟ الحقيقة أخي بشير أن صدى استعدادات المنتخب يعلمها الجميع، للأسف لا يوجد استعداد جيد لأهم استحقاق في تاريخ الكرة اليمنية. أخذنا الكثير من الأعذار والتمسنا الكثير من الأعذار لقيادة اتحاد الكرة ولوزارة الشباب والرياضة اليمنية، لكن مع الأسف يبدو أننا سنقبل على مشاركة كارثية. أنا أبشر جميع المتابعين يعني بتشاؤم شديد بأن النتائج ستكون كارثية في حال استمرينا على هذا الركوب. لا مدرب، لم يتم اختيار مدرب، لم يتم عمل معسكر داخلي اللاعبين ولا معسكر خارجي ولا تجميع، يقال ربما في الفترة القادمة، لكن ما ينفعش دائما ان نكون في اخر اللحظات نروح نتدارك ونحاول باسرع وقت نجيب مدرب سفري ويلا بسرعة يلا جهزوا المنتخب. هذا استحقاق هذه نهاية كأس آسيا. هذا منتخب يمثل اكثر من 25 مليون يمني، يجب ان يكون الاستعداد على قدر الحدث، وللاسف الى الان لا يوجد أي شيء يخص الفريق الوطني. نعم. طيب أستاذ بشير، الآن يعني لو وقفنا على نقطة نقطة، بداية نقطة المدرب، كيف يمكن للاتحاد كرة القدم أن يستغني عن المدرب في الوقت الذي يترك المجال مفتوح بدون مدرب والمنتخب يعني بدون مدرب؟ كيف تتابع هذا التصرف من قبل اتحاد كرة القدم؟ قراءتي ربما لهذا الموضوع أن اتحاد الكرة حاول التملص من إكمال التعاقد مع المدرب إبراهيم موبراتو خضوعا لرغبة الجماهير. للأسف تأثير الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي كان شديد الهجوم على المدرب، كون المدرب لم يحدث الفارق الفني المأمول مع المنتخب، والآن المدرب نفسه اللي أهل المنتخب الوطني السيد إبراهيم موبراتو ذهب للتعاقد مع منتخب بلاد المنتخب الأثيوبي، وبقي مدرب منتخبنا الوطني من غير مدرب، على الاقل حتى مدرب وطني يقود المنتخب يجهز اللاعبين يخلي اللاعبين في الفورمه او في الاستعدادات. هذا نباء مؤسف، وحقيقه اللوم كل اللوم على اتحاد الكره، اخذنا لهم الكثير من الاعذار. انا اعرف جيدا انه لا توجد مخصصات، لا توجد مخصص وزاره الشباب والرياضه،
موازنة الاتحاد شبه معدومة في ظل توقف النشاط أيضا، هناك وقت من الموازنة من أو الدعم المقدم من الاتحاد الدولي، لأن الدعم المقدم من الاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسيوي يكون مشروط بإقامة مسابقات، بالتالي لابد أن تتحمل قيادة اتحاد الكرة. وأنا أوجه نداء للشيخ أحمد العيسي رئيس اتحاد الكرة، وهو شخصية تجارية ومالية ما شاء الله ربنا معطيه من ماله الكثير، أن يبادر إلى دعم هذا المنتخب بمدرب في لحظات حاسمة وفارقة في تاريخ الرياضة اليمنية في أول مشاركة لمنتخبنا الموحد. نعم. في نهاية كأس آسيا نحن. نعم. على مقربات تقريبا الآن احنا شهر 8، ربما 4 شهور تفصلنا عن النهائيات. نعم أستاذ بشير، يعني من خلال قربك أنت وأنت أيضا ربما الفترة يعني هذه الفترة الحالية أمين عام الاتحاد والاتحاد بشكل عام يقيم في قطر، هل هناك أي مباحثات أو ربما مفاوضات مع أحد المدربين من أجل المنتخب الوطني، أم لا توجد أي مفاوضات مع أي مدرب والموضوع يعني طي الكتمان أو يعني في سرية بالموضوع، أم ما فيش أيضا أي مباحثات حول الموضوع ولا هو وارد عند اتحاد كرة القدم حتى اللحظة على الأقل؟ لا هناك مباحثات وهناك سعي للبحث عن مدرب، لكن كما تعرف أنك إذا تحب أن تأتي بمدرب ذو قيمة فنية عالية لابد أن توفر له المقابل المادي الذي يطلبه المدربون وأسعار المدربين بالعلال يعني، لكن تظل هذه المباحثات كلها طي الكتمان. سمعنا عن مفاوضات مع مدرب هنا ومدرب هناك، لكن إلى متى سيظل الوضع ووضع المنتخب معلق بهذه الطريقة؟ نحن الآن على بعد 4 شهور من النهائيات، كل المنتخبات لديها مدربون، لديها برامج إعدادية، لديها إلى آخره. إلى متى سيظل الاتحاد يعني متغافل عن استقدام مدرب يليق باسم المنتخب اليمني؟ يا أخي المنتخب اليمني الآن يمثل كل شعب اليمن، على أقل المنتخب اليمني أصبح الشيء الذي يوحد جميع السياسيين والحزبيين وكل من مختلف المناطق، الجميع توحد خلف المنتخب اليمني. هل تريد أن نفتح باب التبرعات من الجماهير الرياضية لاستقدام مدرب؟ لا أعتقد أن هذا الشيء يليق بسمعة الكرة اليمنية. نعم، لكن أيضا ذكرت نقطة مهمة بشير، فعلا في مسألة الوقت الآن يفصلنا على البطولة تقريبا 4 أشهر، كيف يمكن لأي مدرب أن خلال هذه الفترة الوجيزة أن يتم يعني صنع يعني تناغم بين اللاعبين، يعني الاهتمام بنقاط القوة ونقاط الضعف ويعني ترتيب أوراق اللاعبين حتى يظهروا في البطولة بالشكل اللائق؟ يعني 4 أشهر لا تبدو كافية تماما يعني، ومع ذلك لا نجد إلى اللحظة أي حديث حول يعني جلب مدرب للمنتخب الوطني. الآن السؤال الأهم أيضا، كيف ينعكس ذلك على نفسية اللاعبين الذين يراد منهم تحقيق يعني إنجاز رياضي في بطولة آسيا 2019؟ يا أخي العزيز سأضرب لك مثل بسيط، منتخب الناشئين قدم مستويات مميزة في التصفيات التمهيدية وتأهل إلى النهائيات، وتمكن المنتخب من تحقيق نتائج مشرفة أفرحت كل اليمنيين. في بطولة غرب آسيا وقبل البطولة بيوم أو بيومين يتم إقالة مدرب المنتخب الناشئين الكابتن ختام، يعني بأي إن كانت الأسباب نحن نحترم قرارة الاتحاد في البداية، قرارة الاتحاد يجب أن تحترم أي إن كان القرار، لكن قبل يوم من البطولة هذا يسمى تخبط إداري واضح مهما كانت الأسباب. إذا كان المدرب مهمل أو لديه ملاحظ عليه ملاحظات أو كذا كان مفترض إقالته من البداية، بالتالي ظهرت النتائج مخيبة للآمال في بطولة غرب آسيا وآخرها هزيمة المنتخب اليوم، منتخب الناشئين هزم 3-0 أمام الهند فعلا انتهت المباراة، ضاع كل التناغم والانسجام بين اللاعبين، المستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون في التصفيات التمهيدية اليوم اختلف الوضع تماما، وهؤلاء هم الصغار والناشئون، فكيف بالحال بالمنتخب الأول؟ ايش الشيء المنتخب الأول الآن تجيب اللاعبين في فترة قصيرة وتجمعهم وتقول يلا ادخلوا يلا شاركوا ما خلاص. لدينا يعني أمام الاتحاد حلول، أنت كنت أحب أنك تطرح هذا السؤال، ما هو الحل؟ لدينا الحل أستاذ بشير، يعني مدربين وطنيين بإمكان الاستعانة بمدرب. نعم. الكابتن الحل الحلول سنتحدث عنها لسه بدايه الحلقه، يعني انت مستعجل استاذ بشير تجيب الكل من البدايه، يعني لسه يعني نقطه. اسمح لي اخي بشير ان نشرك معنا في الحديث مدير منتخبنا الوطني الاستاذ عبد السلام الغرباني. كابتن عبد السلام مساء الخير.
مساء الخير والعافيه، اهلا بالاستاذ الجير وتحياتي للاستاذ سليمان وضيوفك الكرام. مرحبا بك كابتن عبد السلام. 4 أشهر تفصلنا عن بطوله اسيا، هذا الانجاز الكروي الكبير بالنسبه لليمنيين ولاول مره، اين انتم؟ اين هي المعسكرات التدريبيه؟ اين الاستعدادات لهذه البطوله؟ طبعا كل يعلم طبعا مع التصفيات الاوليه والحمد لله تاهلنا النهائيات والاتحاد العام لكره القدم يعني تقدم بقوانين وميزانيه خاصه عن المرحله القادمه التي ستكون في النهائيات. كابتن عبد السلام، كابتن عبد السلام معذرة عن المقاطعة، ولكن أتمنى أن ترفع صوتك قليلا حتى نسمعك بوضوح لأن الصوت ضعيف. أوكي الحمد. أقول لك أنه كما يعرف الجميع أن المنتخب تأهل في 28/3 من العام، وبعد التأهل إلى النهائيات تقدم الاتحاد العام لكرة القدم بتقديم برنامج متكامل لوزارة الشباب والمعنيين في وزارة الشباب والرياضة. طبعا تخلل هذا البرنامج ميزانية متكاملة حتى بداية النهائيات، ومنها طبعا توفير ميزانية لمدرب المنتخب على مستوى عالي من جانب إقامة المعسكرات والتجمعات سواء الداخلية أو الخارجية، وأيضا إقامة المباراة الودية. وللأسف يعني إلى الآن لم يكن لهم أي رد إلى الآن. وتعرف انه لم يستلم المنتخب الى الان المكافات التي يعرف بها الرابطه، وايضا حتى مكافات المنتخب يمكن لم تعطي الى الان. الاتحاد العام ما زال يبحث عن مدرب، وطبعا الاهم هو ان اختيار المدرب، فاذا جاء اذا تم اختيار المدرب اكيد سيكون هناك معسكرات و تقديم برنامج لاقامه مباراه. ولكن متى كابتن عبد السلام؟ كابتن عبد السلام هو يعني النقطه الاهم في يعني لبدايه اي بطوله هو المدرب. الان يعني ابراهام مرياتو الاثيوبي اقلته، الان يعني بقت 4 أشهر فقط على البطوله ولا زلتم تبحثون عن مدرب، يعني ما هي المده التي تراهنون عليها حتى تستعدوا من اجل هذه البطوله؟ طبعا للاسف الشديد انه من خلال اقامه الاتحاد العام للتواصل مع عده مدربين، الا انه اغلب المدربين اعتذروا، الا انه لا زال اعتقد التواصل مستمر مع مدربين، وان شاء الله ينجح في الفتره القريبه القادمه فعلا لاختيار مدرب، لانه فعلا اذا طالت المده وعدم اختيار مدرب هنا سيبدا الخطر. لكن انا اعتقد انه خلال الفتره السابقه عدم اقامه طبعا الكل يعرف عدم اقامه بطولات الدوري العام تؤثر على اللاعبين، فكان عملنا بشكل كبير ان نحترف اكبر عدد ممكن من اللاعبين حتى يكونوا جاهزين مع انديتهم، ثم يسهل المهمه على المدرب، اي مدرب قادم سيسهل مهمته. لكن الان يعني 10 لاعبين يعني نتمنى ان يحترفوا لاعبين اكثر، تو الدوري المتوقف هنا، وتعرف اذا لم يكن اللاعب بلياقه عاليه من خلال لياقه المباريات وهي الاهم، تعرف ان جميع المنتخبات في العالم لاعبينها يعسكرون معاهم يلعبوا مع انديتهم ياتي الجاهزين، لكن للاسف نحن سمعنا انه لا يوجد اقامه دوري، وايضا حتى لو وجد دوري للاسف دورينا لا زال ضعيف بسبب اسباب كبيره، عدم وجود امكانيات، عدم وجود دعم يعني على مستوى الدولة. ان شاء الله يعني اهم شيء انه ينجح الاتحاد في اختيار المدرب وهو الاهم، ونتمنى ان نحترف اغلب اللاعبين، وان شاء الله يعني لازم ان لا يتاخر الاتحاد في تمييز المنتخب خلال الفتره القادمه. نعم كابتن عبد السلام، هي نقاط مهمه ذكرتها بالتاكيد، يعني كيف يعني تبحث عن اداء لمنتخب بشكل مطلوب ما فيش دوري يلعب فيه، وربما هذا الإشكال التي ترافق المنتخب منذ بداية الأزمة أو منذ يعني من حوالي 5 إلى 6 سنوات، وهي يعني مشكلة ملازمة لكم في المنتخب، لكن بعد المشاركات في البطولات خليجي 23، بعد المباراة الودية، بعد التأهل لآسيا، يعني ربما مشيتم في خط يجب أن تحافظوا عليه، ويجب على الأقل الحفاظ على هذا المستوى للاعبين حتى يظهروا بشكل كويس. أما أنه يتم إقالة المدرب ويتم عدم إقامة معسكرات ولم تبقى للبطولة إلا القليل ولا نجد أي تحرك، فهذه إشكالية كبيرة ربما اليمنيون يتساءلون، الشارع الرياضي في اليمن يتساءل عن هذه النقاط. طبعا
طبعا كلامك صحيح وكلام المقدم يعني صحيح، ونحن على ثقة تامة بأن الشيخ محمد صالح العنزي رئيس الاتحاد اليمني وخليفة المتعاون وأن الأخ الأمين العام والأخ النائب وبقية الأعضاء وجميع اللجان سواء الفنية اللي في الناشئين الشمالي وبقية الأعضاء متفائل جدا ولن يتركوا هذا الأمر يمشي بسهولة، وسيكون هناك يعني أعتقد في الفترة القادمة اهتمام أكثر في إيجاد البديل الأنسب لقيادة المنتخب. وأنا يعني وجهة شخصية أعتقد أنه الفترة الآن قليلة جدا وبحاجة إلى مدرب يعرف لاعبين داخليين، لأنه زي ما قلت لك الآن 10 لاعبين محترفين عدد قليل جدا، فيجب أن يكون هناك مدرب على إلمام خطة المدرب القادم في المرحلة القادمة أن يكون لديه إلمام للاعبي اليمن بشكل عام ولاعبي الأندية ويكون قريب منهم. فإن شاء الله يعني بإذن الله أن الاتحاد العام يستعجل بهذا الأمر كون تجهيز المدرب هو الحجر العثرة الموجودة حاليا. نعم. طيب ابقى معي كابتن عبد السلام، وأعود ل المدير التنفيذي للاتحاد الاسيوي للصحافه الرياضيه الاستاذ بشير سنان من الدوحه عبر سكايب. استاذ بشير، لعلك تابعت حواري مع الاستاذ عبد السلام الغرباني وسمعت النقاط وربما الاشكالات التي تقف عائق امامهم، هل هي منطقيه ام لدى الاتحاد ولدى الطاقم الفني والاداري للمنتخب يعني مساحه ربما لو استعجل وتحرك فيها سيصل الى يعني نتيجه كويسه بالنسبه للمنتخب واستعداداته؟ يعني اعقب اولا امسي بالخير على الكابتن عبد السلام الغرباني، وبس اعقب تعقيب بسيط ان اللاعبين المحترفين اليمنيين في قطر 11 لاعب وليس 10 كما ذكر الكابتن. نعم. ربما 12 يوقع خلال هذا الاسبوع ان شاء الله، ثمانيه منهم في دوري نجوم قطر، وهو فخر كبير للكره اليمنيه ان شارك اللاعبين في دوري النجوم ضمن ابرز نجوم العالم المشاركين والمحترفين في الدوري القطري لكره القدم. نعم. ما ذكره الكابتن بخصوص الاستعدادات اوافق الراي تماما الكابتن عبد السلام الغرباني واضم صوتي الى صوته في او متامل كثير بالشيخ احمد العيسي، واقول لا 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 يقصر ابدا عندما تكون مهمه فيها تمثيل الوطن، لكن مشكلتنا انه يتم التدارك في الوقت بدل الضائع. يا شيخ احمد العيسي نوجه لك نداء، انت رجل وقفت مع الكره اليمنيه في ظروف صعبه جدا جدا، فافرح جماهير الكره اليمنيه بالاتيان بمدرب بوقت مبكر. المدرب يكون على قدر المسؤوليه بقيمه فنيه عاليه، يصنع من توليفه اللاعبين ويقدم اللاعبين بصوره جيده بصوره تمثل اليمن شعبا وعراقه وحضاره. لدينا لاعبين مميزين، لدينا لاعبين الانديه كلها تتحدث عن اللاعب اليمني وعن موهبته وروحه القتاليه والى اخره، وبالتالي نستغل كل هذه الظروف لتقديم مستوى مميز في المنافسه القادمه. جهود كبيرة تبذل، أنا أقول لك من الكابتن عبد السلام الغرباني توجه له بالشكر الجزيل في متابعة اللاعبين وفي تقديم البرنامج وإلى آخره. أنا أعلم جيدا أن كل ما يكتب على الورق قدم، لكن للأسف لا يوجد تفاعل. نتمنى أن يتم التفاعل بأسرع وقت واللحاق بالبرنامج على الأقل قبل 3 أشهر من التصفيات. طيب أستاذ بشير ابقى معي وأيضا الكابتن عبد السلام. مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن لمتابعة آراء الشارع الرياضي اليمني حول استعدادات المنتخب ووجهة نظرهم، هل فعلا المنتخب يعني مستعد لهذه البطولة أم هناك قصور من الاتحاد من اللاعبين؟ نرى آراءهم ومن ثم نكمل هذه الحلقة. شديد للأسف شديد لا يوجد مباراة ودية للمنتخب الأول واللي هو العامل الرئيسي لتطوير اللاعب وبناية اللاعب والانسجام أكثر ويكون الفريق متفاهم ازيد بكثر المباريات الوديه. للاسف الشديد لا يوجد مباراه وديه من اخر مباراه فوزنا على لما تاهلنا لنهايه اسيا، لا يوجد اي مباراه وديه ولا يوجد اهتمام حقيقي. والله المنتخب حقنا قدم اداء مميز ضد العراق رغم ان الدوري متوقف والمعسكرات ما فيش، المنتخب ما فيش اعداد ما فيش جاهزيه، لانهم قدموا اداء يشرف اليمن المنتخب اليمني. كان الاستعداد يعني مش كثير، كان لا اعداد الا اسبوعين ما يكفيش، باقيه المنتخبات استعدوا من سنه من سنتين خارج البلاد، نحن اسبوعين بصنعاء تمرين يوم يوم مش تمرين، يعني يعملوا يوم كذا يوم كذا، ضروري استعدوهم كثير عشان ان شاء الله يتوفقون تاهل لكاس العالم. هم بحاجه الى الدعم والرعايه من القياده السياسيه ومن وزارة الشباب والرياضة ومن الاتحاد العام لكرة القدم،
يعني نأمل من كل المسؤولين عن الرياضة بأن يهتموا بشبابنا وأن يولوها الرعاية مش يعني عند المنتخبات، ولكن بصفة دائمة وبصفة فورية حتى نتمكن من مواكبة والاستعداد من وقت مبكر. نتمنى أن يستمروا على هذه الوتيرة في تقديم الكثير من الإبداعات في الجانب الرياضي في هذه البطولة، وأيضا ندعو الجهات المعنية وزارة الشباب والرياضة الحكومة أن يهتموا بالناشئين وبالمبدعين وحتى يبدعوا أكثر ويقدموا كل ما يستطيعون لأيضا إظهار صورة مشرفة لليمن في الجانب الرياضي. من جديد مشاهدينا الكرام، إذن كانت هذه عينة من آراء الشارع الرياضي اليمني حول استعدادة المنتخب، وهناك فعلا قصور كبير في عدم الاستعداد لهذه البطولة. الآن ينضم إلينا الكابتن محمد عياش حارس منتخبنا الوطني، وأيضا كابتن المنتخب. كابتن محمد مساء الخير. أهلا أخي، مساء النور والعافية. مساء الخير عليك كابتن. لا شك أن الآن الحمل ثقيل عليكم كلاعبين، لأنه الشارع الرياضي باليمن يؤمل عليكم كثير وينتظر منكم إنجاز رياضي في كأس آسيا التي تأهلتوا فيه لأول مرة. الآن يعني وضعكم، ما الذي تقومون به؟ بقت 4 أشهر فقط للبطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكركم إتاحة لنا هذه الفرصة. نعم. وقلت لك الحمد لله، يعني بعد التأهل كنا نتمنى من الأخوة المسؤولين في الوزارة أو في الاتحاد إنه يكون في معسكرات، يعني أقل حاجة يعني كل تجمعات، يعني على شدة تجمعات، لكن إلى الآن من بعد التأهل ما فيش أي معسكر ولا في أي خبر على البطولة. نعم، أين هي الإشكالية كابتن محمد؟ في الاتحاد، في اللاعبين، في وزارة الشباب والرياضة؟ على الإشكالية يعني في كل شيء، أنت تعرف يعني اليمن بالكامل في إشكالية. صحيح. لكن قلت لك يعني كان من المفروض إنه يكون أقل حاجة يعني في تجمعات أسبوعية أو تجمعات أقل حاجة شهرية، لكن إلى الآن ما فيش، حتى ما فيش تواصلنا مع مدير المنتخب وإدارة الاتحاد، لكن يقول لك إلى الآن ما فيش يعني أي أخبار. نعم. على إنه في معسكر أو إنه في إعداد، أو أنا حتى إلى الآن لم نعرف يعني المدرب الجديد هل هو موجود مش موجود، بيكون محلي بيكون أجنبي، هذه من الآن إذا ما ترتبت بتعمل لنا إرباكات في النهاية أكيد. نعم كابتن محمد، أنا حقيقة الآن متفاجئ من كلامك، يعني هل هناك يعني قطيعة شبه كاملة بينكم وبين مدير المنتخب، بين الاتحاد لا تواصل معكم رغم أنه لم يتبقى إلا 4 أشهر عن البطولة؟ طبعاً قلت لك من ناحية المعسكرات، من ناحية التياريب، ولا ما فيش أي خبر إلا ما. إنه كان في مسألة التوظيف كانت قبل أسبوعين، وعلى إنهم يتابعونا مسألة التوظيف. الحمد لله الآن بدأ في الموضوع هذا، وإن شاء الله يكلل بالنجاح إن شاء الله. أما عن إعدادات المنتخب إلى الآن ما فيش أي. نعم. طيب كابتن محمد، إذن وضحت هذه الجزئية. الجزئية الأخرى، هناك شكاوى عديدة منكم كلاعبين بأنه حتى الإكرامية التي وجه بها رئيس الجمهورية لم تستلموها حتى الآن، صحة هذا المعلومة؟ طبعا ما فيش أي أخبار على الإكراميات، لا من الوزارة ولا من رئيس الجمهورية. نعم، لا جديد يعني. نعم نعم. طيب كابتن محمد، أودعك بسؤال أخير. الآن أنت كقائد للمنتخب الوطني، يعني ما هي رسالتك للاتحاد؟ ما هي رسالتك لوزارة الشباب؟ وأيضا لجمهوركم الذي يعول عليكم في تحقيق إنجاز رياضي في كأس آسيا. طبعا إذا ما استعدينا من الآن أكيد بيحصل زي اللي حصل في كأس الخليج الأخير، بتكون مشاركة عادية. طبعا إحنا تعبنا لما وصلنا إلى النهائيات والاتحاد خسر والوزارة خسرت والدولة خسرت، يعني علينا الكبير إلى أن وصلنا، ما نشجع أن نوصل النهائيات ويكون تحصيل حافظ على كمشاركة. هذه النهائيات لازم يكون لنا فيها بصمة، لازم الناس تعرف، العالم بأكمله يعرف أن في اليمن موجود في كرة القدم، لازم نوري العالم أن عندنا كرة قدم، يعني مش أنه بس مشاركة وخلاص زي كل المشاركات. هذه الفرصة لن تتكرر أعتقد في أقل حاجة في الوقت القريب، يعني أنه فريق التأهل أو منتخب التأهل لنهائيات كأس آسيا. لكن قلت لك إن شاء الله إذا من الآن فكرنا في النهائيات أكيد بنقدم صورة طيبة إن شاء الله. نعم.
كابتن وحارس منتخبنا الوطني محمد عياش، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وانقل كل ما طرحته لمدير المنتخب المسؤول المباشر الاستاذ عبد السلام الغرباني. كابتن عبد السلام، لعلك سمعت الكابتن محمد طرح نقاط في غايه الاهميه، بدايتها هناك قطيعه بينكم وبين اللاعبين، اللاعبين لم يبقى الا 24 لا يعلمون متى اول معسكر تدريبي، متى ستجلبون لهم مدرب، النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حتى الاكراميه التي وجه بها رئيس الجمهوريه الى الان لم يستلموها، اين تكمن الاشكاليه فيكم كاتحاد وعدم التواصل مع الوزاره، وزاره الماليه لصرفها وايضا للمعسكر، اين تكمن المشكله بالضبط؟ الكلمه لك، تفضل. لا توجد اشكاليه، الاشكاليه الاخوان وزاره الماليه في العدن طبعا، هناك من يتابع من اتحاد الكره و متابعات ايضا بعض الجهاز من الجهاز الاداري الفني الاخوان الكره هناك في العدن، وايضا متابعات الكابتن علاء والاستاذ محمد حيدان، يعني لا زالوا في اشكاليه في الماليه، واعتقد الفتره الاخيره قد خطاوا الشيء، وننتظر يعني جالنا خبر انه يخطم الامور في نعم هذه اجراءات في وزاره الماليه ليس اتحاد الكره او لا دخل فيها. الشيخ حمد مطالب الرئيسي متابع ومرسل المندوبين عنه ومتابع الامور، وان شاء الله يعني نتمنى يعني وعبركم وعبر الكل نشوف على اليوم في ترفيه في اقرب وقت ممكن. نعم. نعم نعم اكمل اكمل نعم نسمعك. الجانب الاخر طبعا على التقرير وايضا الاخوان اللاعبين بيكون في التواصل من ناحيه فعلا الاعداد، طبعا ما نقدر نتواصل مع اللاعبين ايش اقول لهم؟ اقول لهم ما فيش اعداد. الاعداد يا صدر العزيز كما يعرف الجميع بانه مباراتنا في نهايه التصفيات كانت في نهاية شهر 3 أي قرب شهر إبريل، وشهر إبريل ومايو طبعا هو نهاية كل دوريات العالم، يعني واستعداد تام لمتابعات وإعدادات المنتخبات لكأس العالم. يعني الفترة السابقة زي ما قلت لك أنا لما أتكلم الفراغ أنه الفترة السابقة ما كان فيها خوف، الخوف الآن، الخوف من الآن أنه ما يكونش فيه إعداد من الآن، لكن الفترة السابقة تعرف الناس يعني بعد التصفيات يجب اخذ راحه. تفرغ العالم وليس نحن فقط، تفرغ العالم لنهائيات كاس العالم. نعم. حيث كان في شهر 6 انتهت بطولة كأس العالم. كابتن عبد السلام، كابتن عبد السلام، ومعذرة على المقاطعة، يعني أنا صراحة أكثر شيء فاجأني أنه الكابتن محمد عياش يقول ما فيش أي تواصل ولا يعلمون شيء، أنت كمدير للمنتخب الوطني، هل بدأتم الآن أي اتفاقيات؟ هل هناك تواصل مع أي مدرب؟ هل هناك استعداد لمعسكرات مقبلة خلال الثلاثة الأشهر التي تبقت الآن للبطولة والأربعة الأشهر؟ أم لا يوجد حتى أنت كمدير منتخب لا تعلم شيء؟ نحن لدينا عدد يعني الاتحاد العام طبعا عبر اللجان والمال الفنيه، ايضا دخلنا رئيس الاتحاد ودخل الامين العام، هذه الاجراءات و يعني اتفاقيات عن مدربين ومدربين من المفروض انهم حاليا يعني يجبروني انهم يبلغوني انا اول باول انه ايش عملنا واتفقنا مع المدرب الفلاني وكذا وكذا، انا يهمني الاتحاد اول شيء تعيين مدرب في اقرب وقت ممكن، وطبعا هذه اختصاصات يعني اعلاميه ويجب ان يعرف الجميع انها يعني ان كل لجنه لديها عمل، واداره المنتخب ايضا لديها عمل عندما ياتي المدرب ويطرح برنامج ومن طيب. هنا نبدا عملنا كاداره نعم. المنتخب. طيب كابتن عبد السلام، تواصلنا معهم باستمرار، لكن لا عندنا نبلغهم اذا كان لا يمكن انه يبلغنا الا بعد ان يتم ان شاء الله اختيار المدرب. نعم، لكن الفترة السابقة زي ما قلت لك مش ضروري ان انا اتواصل معاهم ضد اعداد المنتخب ولا يوجد اعداد. نعم، لكن تواصلنا دائم طيب. بالرسائل العادية. طيب كابتن عبد السلام، ابقى معي، اعود للاستاذ بشير سنان. استاذ بشير، حقيقة سمعت ما طرحه الكابتن محمد عياش، وايضا سمعت ما طرحه ايضا الكابتن عبد السلام، يعني ربما حتى الكابتن عبد السلام وهو المدير الفني للمنتخب لا يعلم شيء، ويقول ربما هذا اختصاصات منهم اعلى منه درجه في سلم الترتيب الاداري في 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 الاتحاد. هل هذا الوضع صحي؟
الوضع اصلا في بلادنا كله غير صحي، يعني مش الا في المنتخب. بالنسبه لي مهمه مدير المنتخب مهمته ليس البحث عن مدير فني او تقديم او ترشيح اسم فني لقياده المنتخب، مهمته تقتصر على اعداد اللاعبين، تقديم البرامج والى اخره. بعد سالنا فقط استاذ بشير يعني فقط حتى يعني تكون في الصوره، كان ما قصدته انه لا يعلم الكابتن عبد السلام حتى يعني ان هناك مفاوضات او هناك تعاقد. انا لا اريد منها الان انه هو مسؤول يرشح، على الاقل تكون عندي معلومات عندما يسال الناس ويسال اللاعبين وهو القريب منهم، يقول لهم يعني اصبروا ان شاء الله احنا في 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 عقد قريب، هناك تفاوض مع المدرب الفلاني، هناك ايضا معسكر سيقام كذا. اما الى اللحظه لا يوجد اي يعني اي خبر حول هذا الموضوع، وهنا إشكالية كبيرة فعلا. أتفق معك، الوضع جدا غير مطمئن بالنسبة للجماهير. أنا صراحة حقيقة أحيي الكابتن محمد إبراهيم عياش، وسرني كثيرا أن أسمع هذه المكاشفة والصراحة منه بخصوص الوضع الذي ربما يحاول البعض إخفاء ما يدور في كواليس المنتخب. ما أعتقد في اعتقادي أن ما يدور أسوأ مما قاله من تحدث به الكابتن محمد إبراهيم عياش، واخاف ان بعد هذه المقابله تنزع اشاره الكابتن اشاره القياده من الكابتن محمد، او حتى يتم استبداله. لكن المكاشفه هي حاله جيده وتنبئ بشجاعه كبيره لقائد كبير يتحمل مسؤوليه، تحمل مسؤوليته الكابتن محمد عياش في كشف ما الوضع القائم للمنتخب والاستعدادات التي تسبق البطوله حتى الان، او حاله الركود التي تسبق مشاركه المنتخب خلال الفتره القادمه. أحب أيضا أن أتطرق إلى مسألة المكافآت التي منحت من قبل رئيس الجمهورية. من العار لا يتم منح اللاعبين مكافأة وهي فتات بالنسبة لمنظومة الفساد الكبير التي تتخلل وزارة المالية وحتى رئاسة الجمهورية. هي مكافأة بسيطة للاعبين قدموا وبذلوا جهد خلال فترة يعني فترة كبيرة، بالتالي لابد من صرف هذه المكافأة للاعبين. يا فخامة الرئيس، يا حكومة الشرعية، يا بن دغر، اللاعبون يستحقون المكافأة. اللاعبون مكافأة، حتى مكافأة خليجي 20 لم تصل، خليجي و21 في الرياض لم تصلهم حتى الآن تقريبا. يعني شيء مخجل جدا أن يدخل اللاعبين أو نطالب اللاعبين وقت ما ينهزم المنتخب الجميع يتبرى، وقت ما يحقق المنتخب يتسابق الجميع لالتقاط الصور التذكارية وإلى آخره. توظف الصور التذكارية، ادعموا اللاعبين، منحوهم يا أخي الفتات. المبلغ تافه، والله المبلغ تافه جدا. المبلغ الذي تم منحه للاعبي المنتخب اليمني مقابل التأهل لا يساوي مبلغ منح للاعب سعودي فقط في مكافأة التأهل لكأس العالم. يعني إجمالي المبلغ لا يساوي المبلغ الذي سلم لكل اللاعبين اليمنيين. طيب ومع ذلك أستاذ بشير، يعني هناك محاولة لسرقة جزء من المبلغ في وزارة المالية عبر ما يسمى بالضرائب، وهي مكافأة كما هو معروف في القانون أن المكافأة لا يعني لا تخضع للمكافأة من رئيس الجمهورية، لا تخضع للاستقطاع الضريبي. هناك يعني منظومة فساد غير طبيعية في الشرعية. نتمنى ألا تمس المنتخب ولا تمس استعداداته في المرحلة القادمة، مش بعد أن اللاعبين ينهزموا بالأربعة وبالخمسة ونرجع نسب للاعبين والجهاز الإداري وإلى آخره. نعم كابتن، يعني أستاذ بشير حتى نكون يعني منصفين، أنا تواصلت مع الكابتن علاء الصاصي حول هذه الجزئية فقط، وأتمنى أيضا أن تسمع منه حول هذه الجزئية أين تكمن المشكلة. هل في عدم التواصل من الاتحاد مع وزارة المالية، أم التقصير فعلا هناك فساد كما تحدث أنت في وزارة المالية؟ سأسمع الإجابة من الكابتن علاء الصاصي. كابتن علاء، مساء الخير. مساء النور أخي بشير، ومساء النور على ضيوفك الكرام. اهلا بك كابتن، اريد اسمع منك، يعني ربما قد تحدثنا كثيرا انا والاستاذ بشير والاستاذ عبد السلام الغرباني وايضا الكابتن محمد عياش، انا اريد اسال منك كلاعب وكابتن منتخبنا الوطني الان، الاشكاليات التي تحيط بكم كلاعبين قبل البطوله، يفترض انكم الان في اتم الاستعداد لها، باقي 4 أشهر فقط. فعلا يا اخي احنا المفروض الان يكون المنتخب جاهز، يعني انت بتلعب ضد منتخبات كبيره، يعني ما تلعب ضد فرق عاديه. الناس راجع من كاس العالم جاهزه ومستعده لبطوله كاس اسيا، واحنا المنتخب اليمني اول مره نصعد لهذه البطوله واحنا راغدين في البيوت الى الان، يعني هذه مشكله كبيره. الاتحاد يعاني من مشكله كبيره من فتره طويله، يعني يعاني من مستحقات ماليه لم تصرف له. احنا كلاعبين احنا متاثرين كثير، يعني من عام 2014 احنا ما استلمناش مكافآت، عندنا رواتب ما يقارب سنه وزياده ما استلمنا رواتب. هذا كله يعود انه الاتحاد ما يستلم استحقاقاته من وزاره الشباب والرياضه، يعني الدعم اللي حصله من الحكومه مش يعني كل ما نتكلم مع الاتحاد يقول لنا الوزاره ما جابت لنا. فاحنا يعني مستائين من هذه الاشياء، لكن ايش نسوي؟ احنا اللاعب اليمني هذا، شوفوا اللاعب اليمني اصبح يدور لقمه العيش،
لو تقول له ما في فلوس بيلعب لك، اذا قلت له في فلوس بيلعب لك، من الحالتين هو موجود يمثل بيمثل بلده. لكن احنا اللي نعاني انه اللاعب اليمين اصبح دليل، اصبح ليس له قيمه، يعني اذا تكلمت على شيء اصبحت انت يعني مهدد، وهذه لغمه عيشك، يعني ما عندك اي شغل ثاني غير كره القدم تمثل المنتخب. اذا كانت هذه الامور نفوز ونستلم مكافات نسمعها بالتلفزيون والتصوير والمنتخب سوف يستلم مكافاه من فلان مكافاه من فلان، احنا من عام 2014 نطالب باستحقاتنا، ما جينا على حق اليوم اللي نطالبه من حق بطولة التأهل. يعني احنا من ديون من يعني حتى من خليج 20 احنا لنا مستحقات متأخرة. نعم. لكن هذه الامور يعني احنا ما نعرفها، يعني احنا الان مثلا الان عندنا مدير المنتخب الكابتن عبد السلام الغرباني. نعم. الكابتن عبد السلام كم جهده كم بيكون؟ طيب. بيكون الان عضو اتحاد ولا بيكون رئيس اتحاد ولا بيكون وزير شباب الرياضة عشان يتابع لنا؟ احنا صراحة يعني هو حاول انه يخففوا الاداري اللي عندنا بالمنتخب حاولوا انهم يخففوا الحمل علينا بطريقة يعني من باب حفظ ما وجه المنتخب، لكن للاسف يعني بالاخير اللاعب ضبح، يعني لا متى احنا نجلس كذا يعني وعود 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 على الفاضي. نعم. انا عندي سؤال، يعني احنا عندنا في تقصير في الاتحاد، لا نكذب على انفسنا، اسال لي المنظومه كامل، من هو العضو الاتحاد نزل لا عدني يتابع لنا مستحقاتنا الماليه؟ فعلا سؤال وجيه كابتن علاء، سؤال وجيه، وانا ساوجه السؤال كابتن علاء، ساوجه سؤالك فعلا للكابتن عبد السلام مدير المنتخب الفني. كابتن عبد السلام، ربما اليوم أنت رأس الحربة في الحلقة، كنا نتمنى أن يكون معنا الدكتور حميد شيباني لكن ربما لظروف خاصة لم نتمكن التواصل معه. فعلا سؤال الكابتن علاء الصاصي، من هو المسؤول للاعبين أمام المالية يعني من قبل الاتحاد لمتابعة مكافآتهم المالية واستحقاقاتهم؟ أولا أنا أعزيز أنه انه يعني نجد لدينا تواصل مع الاتحاد، وانه لا نعرف نظام مفاوضات ما غير مفاوضات مع المدربين، اكيد لدينا معلومات وعارفين انه في تفاوض صار مع عده مدربين واغلبهم رفض، لكن تعرف ان التصريح بهذا الشيء هو يعني المختصين المسؤولين بالتصريح في الاتحاد، ولا نحب ان نتجاوز الاخرين. يعني المخولين هم في الاتحاد وليس انت. نعم كابتن، نتفهم هذه الجزئيه. نعم. هو مخولين باعلان المدرب واتفاق مع المدرب وفي ظل الاعلان عن مثلا توقيع العقد في اليوم الفلاني وكذا، الاجراءات يعني الاعلانيه المعروفه. نعم. بالنسبه للتواصل مع وزاره الشباب طبعا اكيد مع قياده اتحاد كره القدم والشيخ احمد العنسي، اكيد كلف اشخاص يتابعوا، لكن للاسف تعرف ومعنا نحن يعني سواء نحن رجال المنتخب انا في ايب والاخ عبد الرقيب يتعب ومشكورين الاخوان في عدم تعاونوا وتابعوا. نعم. ايضا في اعضاء اتحاد في عدم يجب ان يتابع يعني، لكن الوضع يعني نعم ربما وضعك كابتن عبد السلام، ربما وضعك انت ايضا من ضمن اللاعبين، انتم كطاقم فني واداري بشكل عام يعني تعانون من نفس الاشكاليه. انا اشكرك لسعه صدرك اليوم كابتن عبد السلام، لانه ربما حملناك الثقيل في اشياء ربما انت لست المعني بالدرجه الاساسيه عليها، لكن الجميع يريد اجابات لكل الاسئله التي طرحناها. أنا سعيد جدا بهذه الحلقة، فعلا يعني زي ما ذكرنا الفترة السابقة ما كنا يعني مش شايفين، يعني كان في كأس عالم وانشغال اللاعبين بتجهيز العقودات وغيره، لكن الخوف هو من الآن فعلا، وهذا ما بنقوله للأخوة في قيادة الاتحاد. يعني رغم المعوقات رغم التقصير اللي موجود، يعني فعلا أكيد لا أحد ينكر أنه هنا التقصير، فالاتحاد ليس بملائكة ويضع حق على رأيهم الشيخ محمد العزيز، لكن للأمانة والكل يعرف ذلك أنه لولا الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا ثم دعم وإصرار الشيخ محمد صالح العيسي أن يشارك. نعم. الانتخابات لما شاركنا من 2015 فعلا، بس نتمنى ايضا امام كل هذا الجهود. نعم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والكابتن عفوا والرئيس الاتحاد يعني بيدعم الكثير على الاقل في هذه الفتره التي البلد فيها تمر في الحرب والازمه، لكن يفترض اي استحقاقات ماليه واي مكافآت ان يبت فيها بالموضوع بشكل اساسي، لا سيما وانت تعرف كابتن عبد السلام لاعبينا ليس لهم اي دخل، هي مهنته وحرفته هي كره القدم، وللأسف الشديد مش عم أي حرفة أخرى، ومع ذلك المكافآت البسيطة لا تصلها. أنا أشكرك لسعة صدرك وتفهمك معنا في هذه الحلقة، شكرا لك كابتن عبد السلام مدير المنتخب الوطني، وأعود للكابتن علاء الصاصي. كابتن علاء، لعلك سمعت الحوار مع مدير المنتخب، لكن أيضا أنت أيضا ربما مطلع بصورة مباشرة حول هذه النقطة، وربما أنت ذهبت بنفسك إلى المالية وقابلتهم، وهناك فعلا إشكالية بعدم التواصل من الاتحاد كما قلت كابتن.
إن شاء الله هذه الحلقة ورسالتك وصوتك سيصل بإذن الله ويحل وتحل هذه الإشكالية. إذا تحدثنا عن أيضا المنتخب الآن كابتن علاء الصاصي واستعداداتكم، يعني كيف تقرأ ضيق الوقت وعدم وجود مدرب لكم وعدم يعني وجود معسكر للاعبين حتى يتم الاستعداد لهذه البطولة المهمة بالنسبة لكم أولا وبالنسبة للشعب اليمني يعني ثانيا؟ والله بالنسبة لنا يعني احنا متعودين على هذا الشيء، يعني مش شيء جديد علينا، لكن البطولة هي كبيرة جدا يعني علينا. نعم. لكن ان شاء الله احنا نقدم فيها يعني مستوى مشرف ومقبول يعني نوعا ما، رغم الظروف اللي نعاني، يعني هذه الظروف الأسوء. احنا لعبنا ضد النيبال، عسكرنا قبل مباراة النيبال 3 أشهر او 4 أشهر خمسة أشهر ضد منتخب النيبال، يعني لعبنا ضد الصايمين ما قدر يفوز علينا، فما بالك لما تيجي تلعب لك ضد منتخبات كأس العالم وانت غير معسكر ولا جاهز وجالس في البيت، اكيد بتكون النتائج يعني لا سمح الله يعني متعبة كذا. لكن ان شاء الله البركة في الشباب، وان شاء الله الاتحاد يعني هو بصراحه يعني احنا شوف عندنا انه عندنا رئيس اتحاد، نائب رئيس اتحاد، امين عام اتحاد، هذا انا شخصيات كبيره موجوده برا تعمل لنا كل شيء، لكن اللوم في اعضاء الاتحاد الموجودين في اليمن. نعم. كابتن عبد السلام الغرباني هو مستحي يقول لك انه ما يستلم رواتب له سنه ونص او اكثر من كذا، هو عبد الرغيب العدين واداره المنتخب. صحيح. في عندنا منظومه موجوده في اليمن، يعني اذا في معانا سفر للمنتخب هم اول ناس موجوده، لكن اذا ما في عندنا سفر متابعه للاعبين ما حد يخدمك، ليش ما لي صلاح فيها؟ كم جهد بيكون احمد العيسي ولا باشنبر ولا حميد شيباني جيت يجري بعدنا يجيب لنا مستحقاتنا؟ احنا عندي بصراحه اعضاء الاتحاد عندي بصراحه انا مستعين منهم وقت الفوز نشوفهم موجودين ويتقفزوا معانا يشتوا مكافات يشتوا كذا، اذا ما في لهم نصيب ما حد بيتابع لك. يا اخي انا كم انا باجي اقول لحسن باشنبر تعال اليمن جيت تابع لي، ولا اجي اقول لاحمد العيسي تعال تابع لي. في خلل موجود عندنا، احنا اللاعبين مظلومين يا اخي. نعم. لاعبين يعني صعب وان الجمهور يتوقع من المنتخب اليمني انه لازم يحقق انجازات ولازم يحقق مستوى، يا اخي كيف يقام هذا واحنا على الوضع اللي احنا عايشينه الان؟ لاعبين جالسين ما هم دارين متى بيتريضوا، متى بيدخلوا معسكر، متى بتكون البطوله؟ يعني الوضع بصراحه متعب جدا، لكن ان شاء الله احنا ما غريب على المنتخب اليمني هذه الاشياء، عانينا الكثير في بطولات سابقه وقدمنا مستوى مشرف، يعني خليجي 22 اللي في الرياض كنا نعاني من مشكله وعسكرنا فتره بسيطه وقدمنا مستوى رائع، وان شاء الله تتكرر هذا الشيء. كابتن والله يعني ربما يعني انا والمشاهد الكريم والجميع الذي يسمعك الان يعني يشعر بمقدار يعني الالم التي تحكي فيه، وانت ربما يعني صوت من يعني طاقم المنتخب بشكل عام، يعني المعاناه التي يعني تطالكم، يعني لا اهتمام لا من يعني الاتحاد ولا من الوزاره، الوضع البلد بائس بشكل عام، لكن ومع ذلك تتكلم بانه يعني على حماسه الشباب وروح الشباب يعني بتقاتلوا بتحاولوا تقدموا افضل ما عندكم. اشكرك وان شاء الله كابتن علاء، يعني رغم كل الاشكاليات انكم لازلتم يعني الامل الوحيد الذي يعني نامل ان ترسموا بسمه وتحققوا انجاز رياضي. كلمه اخيره لك لو حبيت ترسلها لجمهورك في الداخل والخارج ولمن تحب نختم بها منك. والله نتمنى التوفيق للجميع ودعواتهم للمنتخب اليمني في مقاتل المسابقات ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر الكابتن علاء الصاصي، كنت معنا عبر الهاتف، و أعود عودة أخيرة إلى الأستاذ بشير سنان. أستاذ بشير أيضا لك الكلمة الأخيرة الآن، يعني سمعت يعني خلاصة الآن، إيش الحل من وجهة نظرك الآن في دقيقة أخيرة بشير؟ قبل الخلاصة طرح الله أحب أتعتب على الكابتن على الصاصي، واحد من أفضل اللاعبين اللي مروا على تاريخ الكرة اليمنية، دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنه أول لاعب منتخب وطني أو كابتن منتخب وطني يذهب لمتابعة المعاملات المالية والمكافآت الخاصة بالمنتخب في الأجهزة الإدارية للدولة. نتمنى بإذن الله المنتخب يحقق نتائج طيبة في التصفيات في نهائيات آسيا، والوقت قصير. أتمنى من اتحاد القدم إن لم يكن هناك حل للتعاقد مع اسم أجنبي بقيمة عالية يتم التعاقد مع الكابتن عبد الرحمن سعيد، هو لاعب من أهم لاعبي المنتخبات الوطنية. نعم. ونجوم الزمن الجميل، هو يتولى الآن في العاصمة القطرية الدوحة وحصل على شهادة تدريبية عليا ويدرب في أشكرك بشير في أهم الأندية القطرية. نعم. وتتلمذ على يديه أكثر الكثير من اللاعبين. نعم أشكرك المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الأستاذ بشير سنان، كنت معنا عبر السكايب من الدوحة. مشاهدينا الكرام، لم يبقى في ختام هذه الحلقة إلا أن نستعرض وإياكم ما علقتم به حول استعدادة المنتخب لبطولة كاسيا 2019 في الإمارات، ونبدأ من أصدقاء البرنامج. صديق البرنامج الأخ أسامة الفهيدي يعلق بالقول: جهوزية المنتخب للخوض في بطولة كاس آسيا عالية من حيث ما تتابع إلى الآن، ربما تتغير المعادلة لاحقاً رغم الأزمة والحرب، سنفرح حتى ولو خرجنا بنقطة واحدة متعودين. أسامة الفهيدي
رأي آخر أيضا من صديق البرنامج الأخ ردمان الشوافي يعلق بالقول: ليس هناك أي استعداد بعد نتمنى من اتحاد كرة القدم أن يتعاقد مع مدرب أجنبي، ونتمنى أن يكون مدرب مشهور بالطريقة الدفاعية. قد نلتقي نلقى أنفسنا أمام منتخب شوي يا مخرج لو سمحت، نحتاج إلى ترتيب الدفاع ولا بديل عن مدرب أجنبي، وبكل تأكيد مع وجود محترفين كثر في الخارج ستسهل المهمة لتحقيق بطولة مشرفة للمنتخب. أيضا تعليق أيضا من صديق البرنامج الأخ عبد العزيز الفتح. الأخ عبد العزيز يعلق: لا توجد أي استعدادات للمنتخب، فشل في سياسة الاتحاد كونه لا يهتم ولا يعطي أي اهتمام لهذه المشاركة، وبذلك راح تكون مشاركة سيئة جدا كما يقول عبد العزيز. بسبب إيش؟ عدم وجود المدرب للمنتخب، وفعلا هي نقطة في غاية الأهمية. 3 أشهر تبقى على البطولة بدون مدرب، وهنا يجب على المعنيين أن يسمعوا للناس وللاعبين وللمتابعين الكرة اليمنية. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أنا أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ بشير سنان والكابتن علاء الصاصي ومدير المنتخب الكابتن عبد السلام الغرباني، وأيضا حارس منتخبنا وكابتن المنتخب محمد إبراهيم عياش. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل أسامة القطيبي والزميلة إلهام عامر. في ختام هذه الحلقة ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.